عليكم. عليكم السلام. اختي شنو غتوجدي اليوم؟ شنو عندك كوموند ديال اش اللي عندك اليوم؟ عندي كوموند ديال بسيطلات صغار. المهم غنشارك معكم هذه الكميه. هذه الكميه ديال هاد الدجاج، الدجاجه فيها تقريبا 3 كيلو، تكفيك البسطيله ديال 8 الاشخاص. كتحيدي ليها واقيلا الجلده وكلشي ياك؟ الجلده وكلشي، هاد البيو ديالي كتشوفي، غير من اللي كنغسل الدجاج وكنخليه ينشف شويه، كنحك عليه الحامض وكنخليه فيه واحد 10 دقائق وكنخليه فيه واحد 10 دقائق، من بعد كنغسلو. هي اللي خلى هاد البيو ديالي، كنحيد ليه الجلده وكلشي. دابا هاد الكميه هادي غادي تكفيك البسطيله ديال شحال من شخص؟ انا غنديرهم فرديين، ولكن انت يمكن تكفيك 8 الاشخاص. واه شحال الدجاجه شحال فيها؟ 3 كيلو. والبصله، الكميه ديال البصله تقريبا 5 كيلو ونص ديال البصله. فوالا يلا بسم الله غتبداي. نبداو بسم الله. ناخذ واحد المعلقه. غتبداي مباشره في الطنجره ولا غتشرملي هنا وعاد من بعد؟ غنشرملو هنا وعاد نديرو في الطنجره. صافي. بغيتي طيبيه في الطنجره، بغيتي في الكوكوط دغيا الا ما كانش عندك الوقت. واخا. ناخذ الخرقوم معلق. شحال ديال الخرقوم معلق؟ المهم بحال هكا معلقه كبيره. الدجاج كيبغي الخرقوم. ناخذ السمن. شحال تقريبا حسوا؟ اول معلقه، معلقه كبيره، معلقه ديال وحب الهيل، حبات ديال الهيل، ثلاثه الحبات اختياري. وغناخذو سكينجبير. سكينجبير معلقه نيت عامره، معلقه عامره، معلقه كبيره عامره كبيره. كيبغي السكينجبير. نزيد واحد شويه. راه الدجاجه تبارك الله راه كبيره، يعني راه كبيره 3 كيلو فيها. والبزار غناخذ غير شويه، حيت بالنسبه للبسطيله ما خصهاش تجي الدجاج حار، وما غنديرش الهريسه. الهريسه غنديرها، كنديرها بالنسبه للمحمر. خديت غير نص معلقه كبيره. وغندير شويه ديال الملح. الملح راه كتبقى على حساب الذوق، يعني كل واحد تيدير مقياس، ما تكونش عاوتاني كثيره الملح. هذاك الشيء كل واحد تيدير الملح على حساب الذوق ديالو. البصله انا خديت غير بطيله صغيره، خديتها بحال هكا قسمتها على 4. هذه هي البصيله اللي غطيبي بها؟ هذه غنطيب بها. وعاد دايره البصله، انا غنجيك البصله وغنقول لك. وعندي رزيمه ديال الربيع، رزيمه ديال الربيع حتى نديرها في الطنجره. والزيت، الزيت البلديه ولا الزيت العاديه داكشي اختي. تقريبا شحال ديال هاد البصيله هذه، شحال ديال الزيت غادي تحط؟ كاس لاروب، حيت انت غتشوفي معايا الطريقه. انا هاد لاصوص ديال هاد الدجاج غنستغنى عليه، ما غندير به والو. البصله غنوقفها بوحدها. صافي يلا بسم الله. غادي تشرب لي داكشي؟ ان شاء الله. ناخذ الطنجره، انا كنطيب هادي حيت كطيب لي دغيا. كبيره تبارك الله، والحاجه هي اللي تكون جيده. باب ناخذ واحد نص كاس ديال الماء باش يساعدني. شحال درتي تقريبا ديال الماء؟ درتي نص كاس. نص كاس ديال الماء والملون، درت واحد نص راس معلقه. اللي بغاه يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. اللي بغى يدير دويمه داكشي اختياري. اللي ما بغاش راه ما يديروش. صافي كتشرب لي الدجاج مزيان. غادي تسدي الكوكوط ولا غادي تخلي؟ غنسدها. مع بش الحال نيت يعني. ما بقاش عندي الوقت، غادي نسدها. هذا كوموند. هذا كوموند، ما عنديش الوقت. شحال تقريبا قلتي هذا ديال الكوموند ديال بسيطلات صغار خرج لك؟ هذا غنخرج منه تقريبا 20 بسطيله صغيره. صافي دابا غادي ديريهم في الكوكوط وغادي تشعلي عليهم ياك. من بعد ما شرميتهم غنديرهم في الكوكوط، غنزيد واحد الكاس ديال الماء ونقص العافيه مهيله ونخليه يطيب. تقدري تشرملي هذا الشيء زعما قبل بواحد جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع تخليه ياك؟ قد ما شرملتي قد ما مزيان، قد ما ترقد في هذه العطريه قد ما مزيان. صافي انا لضيق الوقت غنسابي غنديرو دابا هذاك الشيء اللي كاين. صافي كما شفتوا راه دارت ديك الربيطه ديال، كما شفتوا دارت ديك الربيطه ديال القزبر. صافي وغتخليه يتشحر مزيان. كلكم عارفين كيفاش غتشحروا الدجاج، غتخليه هي تشحر مزيان وعاد غادي تسد حيت ما عندهاش الوقت، يعني هادشي مدروك. صافي حتى يطيب لينا الدجاج وندوزو نتلاقاو باش نشوفو زعما باش تكمل لينا الطريق. يلا قولي ليا اشنو درتي دابا في هاد البصيله اللي غنديرو في الدجاج ان شاء الله؟ بالنسبه للبصله انا سلقتها، سلقتها بشويه ديال الملح وشويه ديال الزعفران. من سلقتها خليتها حيد منها داك الماء كامل في الشبكه، تقطرات في الشبكه تبقى ما بقاش كينزل منها الماء نهائيا. ودابا درتها في مقيله. شنو درتي فيها؟ درت فيها السنيده والقرفه، النسكه الحره وزعفران، زعفران الحر، شويه ديال السمن، شويه ديال الربيع، شويه السكينجبير، شويه ديال البزار،
صافي ودابا غنبقى الزيت ياك والزيت نسيتو والملح انت لقيتها خاصها شويه ديال الملح دابا غنبقى نحرك فيها حتى تعطي داك اللون الذهبي وما تبقاش غتشوفي دابا معايا داك من الماء تنشف من الماء وتشوفي معايا الكميه غتولي غير شويه هاد 5 كيلو ونص ديال البصله طريقه جديده ياك حيت كنشوفهم كيطيبوا في لاصوص ديال الدجاج لا حنا ما كنطيبوهاش فيه ولا بغيتي هاد العطريه ني تسلقيها معاها وفي مره ديريها تجي لذيذه ثاني دابا غنبقى نحرك فيها حتى تطيح في مره وتعطي داك اللون الذهبي الماء داك اللون المارو وعاد غنضيف البيض خير ياك شفتي اللون اللي كان فيها وكيولي هكا احسن ملي كتشحريها بوحدها وكيولي احسن هاد الطريقه صافي دابا غتقيها هكا حتى توقف ياك ما تبقاش فيها قطر الماء دابا غنبقى واحد شويه مازال كيما كتشوفي انت غادا كتحرك هي كتنقص الكميه ديالها يعني كتشرب وتوقف صافي دابا واحد شويه غنضيف لها البيض كتنشف ياك كتنشف مزيان غير ضيف البيض غير وحده وحده كتضيف غير شويه ولا كديري كامل لا كنضيف مرة وحده وكنخلص صافي دابا درتي 5 د البيضات ياك دابا درت 5 د البيضات خاصك تزربي عليهم بالزربه تحركيهم قبل ما ما خصش البيض يطيب بحال الاومليت ما يبقاش يبان صافي دابا غادي تفرتي الدجاج كل كيبغى فرتها بالمقص ياك من الاحسن غير باليد عاوتاني باش ما يجيش رقيق بزاف دابا كتفرتي الدجاج ياك كنقطعو الا كان الدجاج كبير كتقطعيه بالمقص كان عادي راه غير باليد وانا كنفضل الايد ها الايد راه هي اللي كيخدم بها الواحد هي اللي كتبرد ليه القلب راه صافي دابا غتفرتيه كامل ياك كامل وغتخلي هاد البسطيلات دابا ما غتجمعيهم حتى الغدا غنجي دابا وجدت البصله والبيض كلشي دابا واجدين واللوز حتى هو غنقليه وغنخليه حتى هو وغنوجد كلشي وحتى الغدا ان شاء الله وعاد غنجمع صافي دابا تفرتي كامل صافي دابا كلشي واجد ياك دابا كلشي واجد صافي غدا ان شاء الله المره ما غادي تفيقي هذا غير نفيق كيفاش كديري ليهم بعدا الطريقه ديال الطياب ديالهم واش طيبين في الزنقه ولا غطيبيهم في الدار لا غطيبهم غير في الدار بالنسبه لهاد ديال الحوت شنو غادي تحتاجي ليهم شحال تقريبا بعدا عندك كوموند عندي 10 صغيورين انا غنشارك معكم هاد الطريقه ديال المهم طريقه عاديه وان شاء الله من بعد غنشارك معكم بسطيله كبيره ديال الحوت ان شاء الله المهم تكون مختلفه فيها شي حوايج مختلفين ولكن المهم بحال انا نعطيكم الطريقه دابا ديال دابا شنو غتحتاجي في المقادير ديال هاد الطريوات ديال الحوت عندي انا خديت غير 3 من الانواع ديال الحوت الكالامار والكروفيت والبانكا البانكا كتكون شفت البانكا البانكا كتباع في المتاجر الكبرى في مرجان هكا وسوق السلام كتكون كونجليا بغيتي تعوضيها باي حوت ميرنا ولا لا اي حوت ان شاء الله غنشارك معكم بسطيله انواع ديال الحوت هذاك الشيء الواحد تيقريب هذاك الشيء اللي عنده بعدا المهم هذا الشيء اللي عندي دابا غير 3 ديال الانواع غنشاركهم معكم هكا بغاتهم يعني المراه بغات بحال هاد بغات هاد الانواع المهم عندي الكالامار كميه ديال الكالامار كميه ديال الكروفيت وكميه ديال البانكا تقريبا تقريبا رابعه صافي وغناخذ الفيرميسيل بالنسبه للفيرميسيل عندي وحده كبيره وحده صغيره والحامض اللي عصرت كناخذ ليه هاد القشور ضروري هو اللي كنطيب فيه الكالامار والبانكا باش كيعطي ديك النكهه والعصير ديال الحامض ضروري زيدي قطعت الفيديو سمحوا لي لان شي حد كان كيدق ومشينا حلينا الباب وعاد باش رجعنا نكملوا عندي عصير ديال الحامض وزيت الزيتون الملح ملح على حسب الكمون والتحميره ربيع مقطع صبروا مع الناس والعطريه ديال الحوت والثومه بودره ورق سيدنا موسى وصوص ديال الثومه والصوجا والمايونيز والمرطان نتوما غتشوفوا معايا شنو غندير بهم وستار ستار الحار هو اللي كنستعمل المهم البنات ما ديوش على الشكل على كل واحد كيخدم بالنوعيه اللي كيبغي ماشي حنا كنديروا الاشهار ديال الستار لما كنديروا حتى اشهار ديال حتى شي حاجه المهم فقط حنا كنخدموا بداك الشيء اللي عندنا في الدار وصافي نبداو على بركه الله تبداي بها غنبدا دابا بالكروفيت كيفاش غديري الكروفيت عندي طري
الطريقه غنشارك معكم الطريقه ديال الكروفيت مكونجلي، حتى هو عندي طريقه خاصه بيه. دابا هذا طري ماشي مكونجلي، هذا طري. الحاجه اللي عندي مكونجلي هي البانكا. شنو غادي ديري؟ دابا غناخذ شويه الكمون، غير شويه حيت عندي كميه قليله، شويه ديال الملحه. الملحه ما غنكثرش، الملحه مع الحوت راه كيكون شويه كاين فاش غنديرها. مازال شويه زيت العود فاش غنشحرو، شويه تحميره غير شويه باش كتعطي داك اللون ياك. شويه القزبر والمعدنوس تقريبا نص المعلقه ديال القزبر. غير شويه حيت مازال غنديرو في الفيرميسيل ومازال غنديرو في الحوت الاخر. شويه عطريه ديال الحوت، شويه الثومه بودره. انا حيت كندير شويه شويه عندي غير كميه قليله. هذاك الشيء ناخذ هذا الفص ديال الثومه اللي عنده الكميه كبيره راه غيدوبل هذه المقادير. وغادي ورقه سيدنا موسى، وغندير الموطارد. ديري من دابا عاد باش كتشرح. غندير واحد شويه معلقه ديال الموطارد وما كيجيو بنان فيه، كيجي الموطارد زوين. اللي كتقولي لا غندير المايونيز والموطارد في غريبه زعما القضيه جاتني انا فاش زعما اول مره كنشوفها، ولكن راه ما كيبانش مره وكيجي بنين. صافي غنشحر هاد الكميه اللي عندي وغندوز للحوت الاخر. واحد شويه الحامض، ضيف واحد شويه الحامض. لازم خلينا على هاد الاضاءه لان دابا كنصورو حنا في الليل. البان قال لي قلتي هذا الكالامار هربوا لي الكلمات كتسلقيها هكاك اش خلاتها بنتي والله الا كيهربوا لي الكلمات. انتما غتشوفوا معايا الطريقه. صافي درت كالامار بوحدو في واحد الكاسرونه، وديك البانكا بانكا بانكا بوحدها هي سميتها غريبه والله الا البانكا. غناخذ شويه العطريه ديال الحوت غنديرها هنا، وغنبقى ديري العطريه اللي درتي هنا غديريها انا نفس العطريه. فوالا معلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت وفي الجهه الاخرى. طريقه كتبان لي ساهله وكتبان لي زوينه، سهله بزاف. ودرع ثاني ديال الثومه شويه هنا شويه هنا. انتما المتتبعين اللي بغى شي كومون مرحبا مرحبا. السيده راه هي قديمه في هذا المجال، هي والوالده ديالها. الوالده ديالها راه هي واحد طباخه، يعني كتمشي هكا للعراس وهذا داكشي كطيبو ما نعرفش لكم داكشي غزال تبارك الله. شويه التحميره باش ما كتحيدش هي داك اللون ديال الحوت، انا درت غير شويه صافي باش نكثر باش ما يجيش احمر. المهم الا عجبتكم الطريقه راه نبقاو نشاركوا معكم، راه ما تتشد لي كوموند بزاف ومره مره نبقى نشارك معكم هكا الطريقه ديال البسطيله. ان شاء الله نشارك معهم الطريقه ديال الكبار. بسطيله كبيره ان شاء الله الرحمن الرحيم وكلشي داكشي اللي كتشد. صافي وغادي ديري الصوجه ياك. الصوجه يعني المقادير اللي تديرهم في هنا كديرهم هنا نفس الطريقه، الا ماشي بحال الكروفيت غندير هذه. غتزيدي هذوك القشره ديال الحامض هكا باش كيعطيو ديك النكهه. المذاق ديال هذوك القشره. شويه زيت الزيتون ان شاء الله. ها انتم البنات يلاه يلاه. وعاوتاني غندير في المايونيز والموطارد. زعما هاد القضيه ديال المايونيز والموطارد اللي زعما صراحه هذه طريقه شكل اخر يقدروا بعدا الناس كاملين تيديروها واقيلا ولا لا ما عرفتش. انا ما كنشوفهاش بزاف. كاين اللي كيتفاجئ من كتقولي ليه راه غدير المايونيز كتجي غير غتقول لك راه غتجي في شكل وانا ضايقاها الصراحه كتجي لذيذه. شويه الحامض البسطيله ديال الحوت راه هي الحامض كتجي ديك. ندير السودانيه الان جيبي حدا المنصه وياك عاد مشات تجيب لك شويه ديال الحار حيت هاد البسطيله كتبغي الحار. ضروري غندير الحار. لا راه مشات خرجت تسخر لقينا راسنا نسات الحار ما عندهاش. الشامبينيون كيكون بحال كارم ياك كيكون قاصح. الفطر الاسود الفطر الاسود وصول الطيابه مشهوره. يلا جات ما كانتش معانا. اش كيقولوا ليها مانيكا؟ شنو كيقولوا لي هذا؟ وانت اختي اللي مولفه هذا الشيء ودائما وداك الشيء شنو كتسميو هذا؟ كنقولوا الشامبينيو الاسود. كيكون هكا قاصح وكتفزقوه في الماء. تنديرو حنا في البارد تيكيرقع. انا درتو في الماء سخون حيت ما بقاش.
الابن الوز عوام دابا راه هذه راه هذاك الشيء اللي كاين دابا الام الله يقدرنا الله يقدرنا هذاك الشيء اللي كاين الانسان محدد تبارك الله يشوف هو تيعرف هو تيتعلم ربيتي اجيال دابا هذه البنت الصغيره حتى هي خدات الحرفه ديال امها اييه قال لك حرفه بوك لي غير بوك اييه الله يقدر هذا الشيء وجد ياك وجد وبالنسبه للما ديال الباندا والما ديال الكلامه احتفظت بهم هما اللي غنطيب فيهم دابا السيده اللي بغات هاد البانكا هما نورمالمون راه كنديروا شي حاجه ها نديروا الميرنا ونديروا كل واحد كيبغي على حسب الثمن ديال البساتلات هي اللي طالبه هاد الشيء هذاك الشيء السلام عليكم عليكم السلام صباح الخير اليوم راه الغد لي ان شاء الله نعسنا وفقنا كتبعتي مزيان الحمد لله المهم انا خلطت دابا خلطت الدجاج وخلطت البصله وزدت فيهم شويه ديال العسل على حسب ديال الذوق هذاك الشيء اللي دغمرنا البارح ياك اللي دغمرنا البارح وبالنسبه للوز درت فيه شويه ديال المزهر وشويه ديال السنيده والقرفه صافي صافي ودابا غنوريكم الطريقه ديال الجميع صافي دابا خلطتي كلشي العناصر مع بعضياتهم يعني اللوز والبصله اللوز غنديروا طبقه والدجاج والبصله طبقه واخا صافي يلا بسم الله بالنسبه لهذه ديال الحوت شنو دابا زدتي فيها دابا زدت فيها الزيت باش كتحل باش ما كتجيش معجنه سلقتيها درتيها في الماء ديال الحوت اللي قلت لك طيبت فيه الحوت صفيته غلى مزيان ودرت فيها ومن بعد ما نشفات قطعتها ودرت فيها دابا الزيت الزيت البلديه شويه الزيت البلديه وشويه الصوجا الحار الحار كيبقى على حسب الذوق والمطار المايونيز الربيع صافي والحامض ضروري من الحامض صافي وكيبقى على حسب الذوق الملح والحار كيبقاو على حسب الذوق غنخلط دابا كلشي وغندوزو للجميع صافي دابا غنخليك تخلطي باش عاد دوزي باش تجمعي ان شاء الله بسم الله غادي تجمعي ياك دابا غنجمع وحده ديال الحوت غنوريك وحده ديال الحوت وحده ديال الدجاج اللي مهم اللي تقدري ديري بهذا السيركل وتقدري ديري عادي انا كندير عادي صافي خديت نص ورقه بحال هكا كدهني بالزيت ضروري تدهني بشويه الزيت باش تساعدك في الجميع ديما الجهه الحرشه كتبقى الفوق والجهه الملسه كتبقى لتحت حيت هي اللي كتبقى تجي على الوجه خديت بحال هكا ناخذ كميه ديال الحشوه وغنجمعها هذاك الشيء الزايد غنحيدو كتقطعيه وغنقلبها عادي وصافي المهم جمعه عاديه انا كتجيني هذه اسهل اللي بغا يدير الكادر غيديرها ونفس نفس الطريقه نفس الطريقه عاوتاني غنحيد السوائل صافي دابا كتجمعي بالبيض ياك انا ما كنجمعش بالبيض ولكن بغيتي تجمعي بيه تجمعي بيه وباش غادي تلصقيها غير بالزيت صح ما تحلش ما تحلش الا اللي مبتدئ يقدر يجمعها بالبيض بالبيض اللي خايفه غتحلي هي ما كتحلش بحال صافي كيف ما شفتوا هادو من بعد ما طابوا ديال الدجاج بسيطلات ديال الدجاج من بعد ما طابوا زينتهم باللوز ايفيلي والعسل